السلام عليكم ورحمه الله. الفيديو ديال اليوم خفيف وظريف، بغيت نشارك معكم طريقه سهله واقتصاديه جدا غتحصل بها على هاد الزاويه 45 باش تصيب ان كادر ولا دي مولور. لي مولور فاسون ابارتمون اوسمانيا لي ولاو تري توندونس ولينا غادي نشوفوهم بارتو. باش نصيبو ان كادر لي غادي يكون كاري ولا ريكتانغولير، خاص لي لام يكونوا مقطعين بهذه الطريقه وتكون الزاويه 45. نورمالمون كناخذو القياس ديال لا لام وكنجيو نقطعو لو بو سوا افيك ان سي ا اونغلي سوا افيك ان بواط ا اونغلي. الطريقه اللي غنشوفو غادي تنفعكم الا ما كانت عندكم حتى وحده من هاد الزوج. الو غادي خصكم مثلث ولا انيكير كما كتعرفوا فيها ثلاثه الزوايا، الزاويه الصغيره اللي هي هذه اللي فيها 30 دوغري ما غاديش نحتاجوها اليوم، الزاويه الثانيه اللي كبر منها شويه واللي فيها 60 دوغري. اللي ما غاديش نخدموا بها اليوم نون بلو بقات لينا الزاويه الاخرى ديال المثلث اللي هي الزاويه القائمه وفيها 90 دوغري، وهذه هي اللي غنحتاجو اليوم. الوغ ركزوا معايا باش نفهموا الطريقه. اول حاجه غادي نديروها اون فاتراسي ان كاري، غادي نرسمو مربع. هنا درت فيه 8 سنتيمتر دو شاك كوتي، ولكن تقدروا تاخذوا لا ميزور اللي بغيتو. فو جوست فيغ اتونسيون لكل زاويه. ملي كنساليو المربع كنجيو نقسموه على جوج بغلا دياغونال بهذه الطريقه، وهنا اون اوبتيان جوج ديال الزوايا 45 45 اللي غادي يكونوا هما الميزان ديالنا. كناخذوا لي لام اللي بغينا نصيبو بهم الكادر ديالنا وكنديروا تري اتونسيون لو سونس دي مولور، وكنجيو نحطوهم هكا وسط مربع اون فيزون اتونسيون يكونوا بيان باراليل مع ان كوتي. كناخذوا اون ريغل اللي كنجيبوها مع لا دياغونال اللي رسمنا ونتراسين لين. ناخذوا وقتكم وتبتوا الماتيريال عاد فوتراسي لا لين، ودو بريفيرونس يكون قلم منجور يكون فان باش تكون لا كوب بريسيز. انا هنا استعملت الفوتر غير بوغ مونطري. ومن بعد نجيو نقطعوا لو بو افيك ان سي نورمال، نبردوهم شويه بالكاغط الحرش قبل ما نستعملوهم، من بعد نجيو نجمعوهم ونجربوهم على الكادر اللي بغينا نصيبوه. الا بغيتو تصبغوا لي مولور وكان فيهم هكا بزاف ديال الغولييف، يلو ميو بروندر ان بومب ايروسول، كتكون سهله في الاستعمال ولي في كيكون اوموجين و اون بليس كتنشف بسرعه. غير هي فو فيغ اتونسيون دو با ليتيليزي ا لانتيريور. لي تشد صباغه كيبقى لينا غير نلصقوهم في الكادر اللي وجدنا، وهذا هو لو ريزولتا. و الا ما قدرتوش على لي مولور اون بوا كاينه لوبسيون مولور اون بوليستيرين اللي كيكونوا رخص وكيكونوا فاسيل حتى في لا ديكوب. اي سي تو بور اجوردي، كانت معكم حسناء كوتش اون ديكوراسيون، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الطريقه وتكون شجعتكم على البريكولاج. وما تنساوش ديروا اشتراك باش يوصلكم ديما الجديد ديال لي تكنيك دي اي واي. تحياتي.